على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، عقد البرلمان العربي الجلسة العامة الرابعة، والتي يناقش على طاولتها القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع العربي من كافة الزوايا. اللجنة الاقتصادية تتحدث عن دعم التكامل الاقتصادي العربي خاصة الظروف الثنائية اللي يمر فيه العالم، واللجنة التشريعية لحقوق الإنسان لديها ملف في موضوع التعاطي مع موضوع ملف حقوق الإنسان والتجنب بالدول العربية من هذا الاستهداف الذي يتم استغلاله في ملف حقوق الإنسان، والذي أدى إلى للأسف وصل لمستوى التدخل في الشأن الداخلي العربي. واللجنة الاجتماعية تبحث بعض الأمور فيما يخص خاصة فيما يتعلق باللغة العربية وحماية اللغة العربية. خلال الجلسة تم تسليط الضوء على عدة موضوعات، أهمها كيفية دعم وتحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على الفهم والثقافات والمعتقدات الدينية، وكذلك تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية. نحن في لجنة تشريعية وحقوق الإنسان ناقشنا مجموعة من المواضيع، أهمها التقرير عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، التقرير الخامس للعام 2022 شمل التقرير على حالة حقوق الإنسان، الانتهاكات الموجودة في فلسطين من قبل القوى القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الموجودة في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، التحديات الموجودة في ملف حقوق الإنسان. تطرقت المناقشات إلى حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وحمايتها وتعزيزها، ومحاولة وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية تحت مظلة قضايا حقوق الإنسان. إذن جاء هذا الاجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بشؤون الدول العربية والتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية تحت مظلة قضايا حقوق الإنسان في محاولة لوقف تلك التدخلات. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.